انا بسجل الفيديو اهو علشان نثبت للناس ان الجهاز اشتغل. في ناس بتقول لك انتوا بتعملوا فيديوهات وما بنشوفش الجهاز اشتغل ولا لا، بس يا جماعه انا بصور الفيديو ده من تليفوني علشان الطالب بدون ذكر اسمه مش حابب انه يظهر على اليوتيوب او اي وسيله تواصل اجتماعي. التليفون كان ايرور 9 من السي بي يو، خط قاطع من السي بي يو، وعملنا الجامبر واخد السوفت وير وهيفتح باذن الله. ألف مبروك يا باشا، ألف مبروك. هات إيدك، هات إيدك هنا يا ألف مبروك. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. مين مين؟ أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.